رجل كانت أمه تخيط الملابس ثم ماتت، وقبل موتها عينها قد رمدت من كثرة ما تخيط، وكانت تقول: يا بني إذا تخرجت تركتها المكينة الخياطة ورميتها، فلما أن تخرج خرجت أرواحها روحها وماتت أمه. أتاه خاله وهو يبكي، قال له: كفكف دمعك، تحب أمك؟ بدأ البر الحقيقي الآن، كفكف دمعك، وش لأمك في مالك؟ كم لأمك من دعائك؟ قال: أمي اشهد علي لها ثلث مرتبي ما بقيت حيا. يقص لي القصة ويقول: أنا متقاعد من التعليم هذا العام 33 سنة، والله يا شيخ أنني ما تركت شهرا إلا أخرجت من الثلث إلى النصف، وحبب إلي سقاية الماء، أحفر الآبار وأركب البرادات وأجري الماء حتى للبهائم في البر. يقول: الماء لا أذكره، واحسب يا شيخ 33 سنة، الشاهد يوما خرجت من مسجدي فإذا في عمال يركبون برادة في المسجد، فنظرت إليهم ومسكت رأسي، قلت: يا أبو بندر أنت أعمى، مسجدك تتركه وتركب في المملكة وخارج المملكة وتحفر آبار، تنسى مسجدك؟ فإذا بإمام المسجد يضع يده على كتفي ويقول: أبو بندر أبارك لك الأجر. قلت له: لا تحسن الظن، والله ليست مني. قال: بل هي منك. قلت: والله ما اشتريتها. إذا بابني بدر عمره في الصف الأول الثانوي ينكب على يدي ويقبلها ويقول: أبوي أنا سنتين أدعي إن الله لا يريك مكان هالبرادة، لأني أجمع العيديات والمال من عامين أجمعها حتى أركب هالبرادة، جدتي يا أبوي ما شفتها لكن عاشت معنا وعاشت من قوتنا. ثم رفع الشاب الصغير وتوجه للقبلة: يا رب اسق أبي من سلسبيل الجنة، اللهم إنها عنه وعن والدته. هنا بكى ولا تلام عينه، رد الله عليه الصلاح في ذريته. أحبابي لو نبكي على نصائب القبور ونسح ولا ألوم عينا تبكي، والله إنها من البر. وهذا دليل كما قال الدكتور خالد: لربما بر مخلوط بتقصير قليل. أتم هذا الدعاء، الدعاء، الصدقة. أمك يا أخي يا من ماتت لو أتتك كل شهر ألا تضيفها يا مسلم؟ أمي لو تجيني ما حط حقها في الغنم، حط في الإبل يا أخي، ضيفها ولو بذبيحة واحدة، بماء، بإطعام الطعام، بأن تكون صالحا في نفسك وأن تصل أرحمها. فيا أيها الأحباب، أقول لمن فقد أمه وفعلا ضج الحنين في قلبه والشوق قطع عروقه ولا ألومه، هذه حلوة اللبن، هذه باب الجنة. لكن أقول فضلا من الله أن الله فتح بعد موتهم البر. وأعيد المثال الأول: يا من ماتت أمه ولا والده، لو مريت المقبرة وطلع راسه من نثيلة قبره وصاح: تكفى وأنا أبوك، تكفى وأنا أمك، والله إني في حاجة إلى صدقة، في حاجة ما يوسع هاللحد الضيق، والله لأخرجن من مالي كاملا، ووالله ما أبقي شيء، والله بدون ما يطلعون من قبورهم إنهم في حاجة، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. أنا حقيقة شهدت قصتين قصيرتين. ما في والله.